نشكر مشاعر دي ولا ديك. شكرا مشاعر على اقوال الصحف العربيه، ودي الاقوال اللي يعني بتكون موجوده معانا ان شاء الله من خلال صباح الخرطوم، مره انا ومره مشاعر. عرفوا مشاعر حاجه واحده. ايوه صح. فتحيه لكل المشاهدين، تحيه لك يا مشاعر، وتحيه لكل القائمين على رصد هذه الاقوال، اقوال الصحف العربيه. واكيد احنا بنكون يعني عاوزين نعرف الحاصل شنو على مستوى كل العالم، لا سيما العالم العربي. تحيه لكل المشاهدين في كل مكان، المساحات متواصله معكم من خلال صباح الخرطوم، بنحييكم وفقراتنا المختلفه عبر هذا الصباح. مرحبا يا مشاعر. صباح الخير عرفة، وليك التحية والتحية لكل اللي بيشاهدونا الآن عبر شاشة قناة الخرطوم الفضائية، متواصلين معاكم من خلال مساحاتنا الصباحية اللي دائما بنسعد بضيوف أعزاء داخل استوديو صباح الخرطوم. كثير من الناس عانت يا عرفة في الفترة الفائتة وحتى الآن من ارتفاع الأسعار. نعم. ومن حتى التضارب في الأسعار، ممكن تمشي جنب دكان تلقي سعر، والدكان الثاني ممكن يكون سعر مختلف خالص. لكن الناس قدمت مبادرات وقدمت جمعيات لنقاط معينة على الأقل يقدروا يساعدوا المجتمع السوداني عبر الأحياء المختلفة، وده دور كبير جدا. نحن بنعول على الشباب وبنقول لهم والله إيدنا على إيدكم، الشباب هم المعول الأساسي، والشباب طاقة وحيوية وأفكار ونشاط، وهم شفناهم من خلال مواقعهم المختلفة ومن خلال الأحياء قدروا صحيح. إنهم يعني يقدروا يقدموا للمجتمع من خلال يعني جمعيات ومبادرات. واحدة من الجمعيات المعانا خلال هذا اللقاء جمعية يلا نتعاون التعاونية. من كلمة يلا دي يعني هي دعوة لأنه الناس كلها تقيف مع الجمعية. حنشوف من خلال ضيفنا المتواجد معانا داخل استوديو صباح الخرطوم أستاذ مجاهد مصطفى سليمان، وأنت سكرتير الجمعية. مرحبتين حبابك، صباح الخير. صباح النور، وأنا بتشكر أسرة البرنامج صباح الخرطوم على الاستضافة، وإن شاء الله نقدر نقدم معلومة الناس تقدر تستفيد منها، ونقدم تجربتنا نحن كجمعية يلا نتعاون التعاونية. إن شاء الله. مرحبا بك أستاذ مجاهد وجمعية يلا نتعاون التعاونية، نتكلم عنها، عن تأسيس الجمعية، 200 أسستوها، ولما فكرتوا أصلا تأسسوا يعني هذه الجمعية شنو الهدف اللي وضعته عشان ما يتحقق من خلال يلا نتعاون؟ الفكرة البدائية لتأسيس جمعية يلا نتعاون التعاونية هي كانت جاتنا دعوة لورشة عن العمل التعاوني، تحديدا عن الأخصائي التعاوني. فنحن في منطقة السمراب ومدريوة، كنا ذا حوالي 10 أنفار كده، 10 أنفار من السمراب، مشينا حضرنا الورشة دي. فمفهومنا عن العمل التعاوني كان بسيط جدا جدا، إنه زيادة سكر وكده للحاجة اللي نحن مشينا بها للورشة. لكن لما وصلنا هناك فلقينا إنه المفهوم التعاوني ده وحاجة كبيرة جدا، يعني بدل لأنه الشباب اللي كلنا كنا في الورشة يعني أغلبنا ما كان حاضر زمن التعاونيات. فبعد ما خلصنا الورشة اللي هو كان أداها لنا البروف محمد عبد الفتاح العتيبي اللي هو حاليا مستشار التعاونيات في وزارة الصناعة والتجارة، فبعد ما أخذنا الورشة يعني نحن فهمنا حاجات كثيرة، حاجات كثيرة ما كنا عارفينها. ابتداء من التاريخ التعاوني، الحركة التعاونية في السودان، أسباب انهيارها، الأهداف بتاعت الجمعيات التعاونية، النماذج بتاعت الجمعيات التعاونية في العالم، الحلف التعاوني الدولي، عرفنا كيف نحن نكتب لنا نظام أساسي، كيف نعمل اللوائح الداخلية للجمعية التعاونية. فجينا نحن 10 أنفار، فانخرطنا لنا في اجتماعات بتاعت عصف ذهني، بحيث انه نحن يعني نحاول نجمع المعلومات اللي عرفناها. قعدنا عملنا اجتماعات منه برضو، يعني عملية بتاعت البحث برضو كانت مستمرة لزيادة المعلومة. يعني الناس كلها فاتت عملت بحث عن أشخاص يعني قدام انهم عندهم فكرة في العمل التعاوني. مشينا الويب سايت، شفنا النماذج في كينيا ويوغندا، دول الخليج، باعتبار انه هي دول حاليا هي فيها جمعيات تعاونيه رائده. ايوه. ف يعني استمرت الحكايه دي، استمرت من شهر 1 2020 لحد هي جات الظروف اللي هي الكورونا وكذا وكذا، فكان في
نسبيا كده النشاط وقف. أيوه. لحد شهر 8 او تحديدا 25/8 نحن كجمعيه يلا نتعاون التعاونيه استلمنا الشهاده بتاعت التسجيل. تسجيل. فبدينا نشاطنا نشاط بعد كده حسيتوا بالمسؤوليه. والله حسينا انه كل اللي فات ممكن يكون يعني كلام ممكن تستفيدوا منه في المرحله القادمه، لكن دائما لما تكون في بدايه حقيقيه بتكون المسؤوليه اكبر تجاه الاهل والمجتمع، بعدك بتخطوا نقاط معينه بتمشوا عليها يعني. نعم. طبعا هي في البدايه كمرحله بتاع التاسيس لجمعيه تعاونيه هي مرحله كانت صعبه شديد. نسبه لان احنا كمجتمع سوداني اذا كان قلت للناس تعالوا نعمل حاجه ما في زول هيجي الا يعني تختار الناس الجد هم فاهمين الحاجه وعاوزين يعملوها. فالمرحله بتاعت التاسيس خلتنا انه نحن ما ننشر الفكره بتاعتنا كجمعيه تعاونيه نحن كاشخاص مبادرين. لانه ممكن تلاقينا صعوبات كثيره، ممكن الناس في الاول بدايه يعني يتحمسوا للفكره لكن بعد ذاك ممكن يحبطوكم يحبطونا. فنحن بدينا دي طبيعتنا نحن كسودانيين يعني الناس ما كلها بتكون بنفس الاكتيف بنفس صح. فبعد بدينا حاولنا نحن في السمرب عندنا 14 حي من كل حي بس كلفنا انه شخص واحد انه يجيب لنا 15 نفر ناس اكتيف ناس نشيطين ناس عندهم نحاول نقعد معاهم وبيحبوا العمل الطوعي في حاجه برضو بيقولوها في التعاونيات هي بتقول اعدوا التعاونين قبل التعاونيات. بمعنى انه اعداد التعاونين الناس الفاهمين الشخص اللي بيقدم العمل التعاوني اهم من اعداد انك تعمل لك تعاونيه، لكن لانه لو جبت لك زول انه يعمل تعاونيه هيجيك بنفس الفهم البسيط اللي كان عندنا في السكر وزيت كده والفكره هذه يعني كده يعني الافكار كثيره لكن بتحتاج لانه كيف الناس يعني تقدم الفكره بدعم من خلال الجهات الممكن تساعدكم ممكن تساهم. يعني الحكومة أطلقت ودشنت سلعتي، فعندكم دور في أنكم تقدموا يعني بعض التنسيقات ما بينكم وبينهم عشان على الأقل تقدروا تصلوا أكبر عدد من الناس ممكن يكونوا محتاجين للتعاونيات، خاصة لما تكون النقاط داخل الأحياء دي بتوفر على الناس المجهود والمشي إذا كان المواصلات أو الأسواق أو غيره يعني. هي الحكومة أطلقت شركة سلعتي الشركة السودانية للسلع الاستراتيجية. هي دشنتها الشهر الفات شهر 9. فنحن كجمعية تعاونية هي سلعتي واضعة شروط للتسجيل لأي جمعية تعاونية، فنحن كنا مستوفين الشروط وسجلنا واستفدنا من سلعتي. بس في مشكلة في إشكال هنا إنه الناس بتفهم إنه سلعتي هي التعاونية والتعاونية هي سلعتي. لا، هي سلعتي عبارة عن شراكة. الاختلاف شو؟ هي شراكة. الاختلاف إنه الجمعية التعاونية هي بتقوم نفسها بنفسها يعني. يعني الأعضاء المساهمين. من خلال الأعضاء هم اللي بيقووا الجمعية التعاونية، هم اللي بيديروها. نعم. أما سلعتي عبارة عن شراكة، يعني أنا كجمعية تعاونية إذا كان شفت إنه سلعتي ما هستفيد منها ما هستمر مع سلعتي، بشوف دائما الشراكة اللي هي أفضل، هي خيار. هي ما حاجه منزله انه لازم انه انا اكون جزء من سلعتي، لكن هي طبعا سلعتي قدمت الفكره بتاعتها، هي كانت فكره رائده وجميله بحيث انه هي شركه بتشتري المنتجات الغذائيه او السلع الاستراتيجيه من الشركات وبتضخها عبر التعاونيات للاعضاء بتعني الجمعيات التعاونيه. فهنا برضو في النقطه دي كان عندنا يعني انتقاد بسيط لسلعتي انه هي فقط للاعضاء بتاعين الجمعيات التعاونيه، فباقي المجتمع وين؟ نعم. طيب نحن نرجع لجمعيه يلا نتعاون التعاونيه ونتكلم عن برامجكم انتوا اللي نفذتوها. شنو البرامج اللي نفذتوها للناس اللي مفترض يستفيدوا من الجمعيه ووصلتوا لوين يعني الى الان من خلال جمعيه يلا نتعاون؟ نعم. نحن كجمعية يلا نتعاون التعاونية إنه الغرض من الجمعية متعددة الأغراض. فأول نشاط مسكناه هو النشاط الاستهلاكي، باعتبار إنه يعني دي الحاجة الوحيدة الناس كلها ممكن تتفق على إنه يعني في حوجة له. بعد ما بدينا النشاط الاستهلاكي وضعنا برنامج
الاستهلاك الاول حتى قبل سلعتي، عشان ما الناس ما تقوم تربط الحاجتين. حاولين نوفر خلينا نحن نتكلم عن الجمعيه فقط. البرنامج اللي نحن كنا واضعينه انه هتكون في نقاط استهلاكيه في كل منطقه نحن كجمعيه بتملاها وتشغلها للاعضاء ولغير الاعضاء. للاعضاء كيف؟ باعتبار انه هم اعضاء في الجمعيه. لغير الاعضاء نحن بنسميهم مستفيدين. الناس ما يعني ما عندهم المقدره انه يشتروا سهم في الجمعيه التعاونيه، لكن هم عاوزين يستفيدوا من الحاجه دي. أيوة. فهي برضو الجمعيه وضع لها برنامج للناس دي بحيث انه يقدروا يستفيدوا من الفكره دي. فبدينا في باول نقطه تعاونيه هي في السمراء، بدينا باول مجمع تعاوني. المجمع يعني هي برضو واجهتنا صعوبات لانه كان نسبه المتغيرات الاقتصاديه، السوق نازل هابط، يعني هي بس كانت في تضارب في الاسعار. فعملنا حاليا شغالين في عمليه بتاعه الملء والتشغيل، بحيث انه نحن طوالي هو نبدا نواكب يعني الشغل العمليه بتاعه تقديم الخدمه. بالاضافه لخدمه السلعه دي، هي خدمتها هي بتصل للاعضاء لحد عندهم. هي دي حاجه قائمه بذاتها، ولا هو النقطة بتاعتنا التعاونية دي هي قائمة بذاتها. نعم، النقطة الآن الأولى عندكم في الجمعية في التنضبة في سامراب اللي هي ما بين السكة حديد ومحطة اللاستيك. فكثير من الناس هيستفيدوا من الحاجة دي، ودي بشريات كويسة، لأنه على الأقل على مستوى الحي والمنطقة بعد شوية هتتفرع وتمشوا لمناطق تانية، في أنه النقطة دي هتكون محتوية لشنو من الأشياء. ونحن شايفين الآن الصورة لبعض المواد وشايفين اللافتة جمعية يلا نتعاون التعاونية. كلمنا عن المواد الموجودة. هي المواد اللي نحن واضعينها كتصور لنا نحن أو كتصور لنا في كمجلس إدارة بالجمعية، إنه واضعين كنا واضعين السلع، حاولنا نشوف الأساسيات بتاعة السلع الناس اللي بتحتاج لها. نعم. هي السكر والدقيق والزيت والصابون، يعني حاجات المواد الاستهلاكية الأساسية دي. ف يعني برضه هنا انا بحاول انه بوصل رساله للجهات الاختصاص بانه نحن كجمعيات تعاونيه لما نمشي نتعامل مع المصانع فبنلقى بعض الصعوبات، يعني انه اذا كان نحن كجمعيه تعاونيه مفترض انه يكون عندنا يكون في بعض التسهيلات على اساس انه نحن نقدر نتحصل على السلع دي باسعار من المصانع على اساس انه قدرنا نوفرها للمواطن اللي حد عنده. فبدينا بالسلع الاساسيه في السلع الاستهلاكيه الاساسيه. نعم. فكانت في استجابه كبيره. حاليا نحن كجمعيه يلا نتعاون التعاونيه في خلال اللي هي الشهرين اللي فاتت دي مسجلين حوالي 1500 عضو. نعم. بما يتراوح ب 2000 سهم تقريبا. لانه في 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 قانون التعاون هو وضعين الاسهم للاعضاء للشخص الواحد من سهم لحد 10 اسهم، يعني ما من حق زول انه يتخطى 10، لكن هي برضه بنفس الصلاحيات. نعم. طيب العمليه بتاعت الشراء، يعني انا كمواطن ساكن السامراب او ساكن يعني امضري، واي مواطن حقه يجي جمعيه يلا نتعاون ونشيل الحاجه اللي عاوزها، ولا بس الاعضاء اللي معاكم في الجمعيه؟ حاليا نحن انا ممكن احكي لك التجربه بتاعتنا اللي هي كانت حصلت في الشهر اللي فات. فنسبه لانه كانت الموارد بتاعتنا الريسورس بتاعنا بسيط او الموارد بسيطه، فنحن جبنا المواد في نقطتنا الاستهلاكيه الاولى بس حصرناها لكن على الاعضاء بتاعنا الجمعيه التعاونيه. ده ما بيعني انه بس الاعضاء انه هم اللي يستفيدوا من الحاجه دي. ايوه. ده بيعني انه حاليا احنا في البدايه، يعني هي دي متطلبات مرحله زي ما بيقولوا. ان شاء الله تدوا الناس بسعر المصنع او على الاقل تزعموا انه الجمعيه يعني يكون فيها كل الناس، كل المواطنين اللي انتم معاهم، يعني هي الحاجه المهمه. دي الحاجه اللي احنا اصلا مواضيعنا. الاليه او الاليه اللي بتخلي انه الحاجه اللي احنا بننفذها كيف؟ انه واضعين انه الشخص اللي هو ما بيكون عضو بنطلع له بطاقه بتاعت مستفيد. هي ممكن تتجدد شهريا، لكن العضو ده هو زي ما بيقول هو صاحب الحق يعني. شكرا لك مجاهد مصطفى سليمان، سكرتير جمعيه يلا نتعاون التعاونيه. ان شاء الله يعني موفقين، ونشوف بدل النقطه نقاط كثيره ان شاء الله بتوزع عبر الاحياء المختلفه. إن شاء الله. شكرا لك. ان شاء الله. وانا اشكركم على الفرصه
الفرصة إن شاء الله الاستضافة الجاية تقول إنه قطيت على مستوى ولاية الخرطوم. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. التحية لكل الشباب اللي هم دائما يا مشاعر بيزعوا إنهم يخدموا يعني مجتمعاتهم، يعني إذا كان ما كل المجتمعات في السودان، المجتمعات اللي هم فيها، فدي حاجة ما سهلة. نحن بنحييهم كثير وبنشد على أزرهم، وبنحيي كمان كل الأصدقاء اللي هم لسه معانا من خلال صباح الخرطوم.